40 دار نشر تعرض ما يفوق 10,000 عنوان. هي حصة الصين من الطبعة 23 لصالون الجزائر الدولي للكتاب الذي تنزل فيه كضيف شرف. حضور هام من شأنه تحقيق التقارب الثقافي وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين. جميل جدا تواجدنا هنا بالجزائر، وهذه المناسبة فرصة رائعة لنا لجلب منشوراتنا وكتبنا ذات النوعية الجيدة للقارئ الجزائري. نريد جلب الكتب الصينية للجزائريين لتطوير العلاقة بيننا والصداقة بين الشعبين وتبادل الخبرات في مجال صناعة الكتب. كتب صينية معاصرة وقديمة مترجمة إلى لغات أخرى من شأنها تعريف القارئ الجزائري بالتاريخ والثقافة الصينيين وتعزيز التواصل، خاصة من خلال الحضور الكبير للإصدارات باللغة العربية. يشرفنا في مشاركتي في المعرض الجزائر بالإضافة إلى دار نشرنا، يوجد كثير من دار نشر أخرى إلى هنا لزيارة. هذا كتب الصينية المعارضة والفنية الصينية التقليدية الصينية باللغة العربية والفرنسية والصينية كل موجود. اليوم الأول من المعرض عرف تكريم الروائي الصيني مويان الحائز على نوبل للآداب عام 2012 بوسام الاستحقاق الوطني رتبة أثير من طرف رئيس الجمهورية تكريماً له ولثقافة الصينية.